الله وبركاته، أبنائي وأحبائي تلاميذ الصف الثاني، أرجو أن تكونوا جميعا بخير إن شاء الله. نبدأ مع بعض إن شاء الله الدرس الثامن من الوحدة الرابعة عشر، وهو بعنوان النقود الورقية. تعلمنا مع بعض سابقا النقود المعدنية، وتعلمنا 100 فلس والخمسين فلس والعشر فلوس والعشرين فلس والخمس فلوس. اليوم نأخذ النقود الورقية، طبعا قيمتها أقصر كثيرا من النقود المعدنية. النقود المعدنية هي أجزاء من النقود الورقية. عندي النقود الورقية كما ترى في الصورة أمامك، عندي هنا كما ترى هنا خمسة دينار، وهذا الدينار نعلمه، وهذه 5 دينار، وهذا 10 دينار كما ترى، وهذا 20 دينار. يبقى عندي الدينار وال5 دينار وال10 دنانير وال20 دينار كما تعلمها جميعا. طيب واللي اكتب قيمة الكل، تعالى كده نعدها. طبعا تعود دايما تبدأ بالعمل الأكبر. هنا عندي 5 دينار، 6 و1 7 و1 8 دولار. يبقى قيمة هذه النقود الورقية قيمتها إجمالها 8 دنانير. يبقى نكتب هنا 8 دنانير. تمام. طيب تعالوا نعد هذه النقود. نبدأ دايما من الكبير. هنا 10 زائد 10 20. تمام. زائد 5 25. زائد 5 تمام 30. زائد 5 35 دينار. 35 دينارا. برافو، 35 دينار يا أبطال حبايبي. طب ما شاء الله، تعالى نعد هذه الورق كلها متشابهة، كلها من 20 جرام، من 20 دينار. نعد كده، 20 زائد 20 40، زائد 20 60، زائد 20 80، زائد 20 برافو 100 دينار. يبقى إجمالي هذه الأوراق الورقية أو النقود الورقية 100 دينار. تمام حبايبي. نقود بيقول لك اختر مجموعة الأشياء لتشتريها من متجر الألعاب. أنت معك 30 دينار فقط من فئات مختلفة، ومعطيني هنا مجموعة قصصية ب5 دنانير، حقيبة مدرسية ب13 دينار، موبايل 25 دينار، سيارة هذه 10 دينار، الدبدوب 3 دنانير، العروسة ب2 دينار، سبايدر مان ب4 دنانير. تمام. تعال كده نشوف، انت معاك 30 دينار. انا اقدر طبعا، هنا في كمية لا حصر لها من الخيارات، كل واحد فينا يقدر يختار بكيفه. تمام. لكن لابد ان تكون مجموع مشترياتك اقل من 30 دينار، لانه ما يصير يا حبيبي انا يبقى معايا 30 واروح اشوف حاجات ب40 او حتى 31 ما اقدر اشتريها. انا معايا 30 اشوف اللي اقدر اشتريه. تعال نشوف مع بعض. مثلا الخيار الاول، واحد هيختار موبايل زائد مجموعة القصص. ليه؟ لان موبايل ب25 اهو، زائد مجموعة القصص ب5 دينار، مجموعهم 30 دينار بالظبط هم اللي معاك. يبقى ادي اختيار الاولاني، انا اختار موبايل زائد مجموعة قصصية. طيب واحد تاني يقول لا انا ليه اختيارات تانية. نشوف هيختار مثلا اهو، تعالى شوفوا، هيختار سيارة مع الحقيبة ها مع سبايدر مان كمان، وده يكفي. يكفي ليه؟ ان السيارة ب10 والحقيبة ب13 وسبايدر مان ب4، مجموعهم كام؟ 10 زائد 13 23 زائد 4 27 دينار، وهو وانت معك 30 دينار اكبر من هذا، اذا يكفي. يبقى دي امثله فقط يا شباب، ممكن تختار انت حاجات ثانيه، ممكن بنت تختار هذه اللعبه العروسه بنت مع مثلا الحقيبه مع ادي 2 و13 2 زائد 13 15 زائد السياره ب10 25، اذا يكفي. زائد كمان معاهم مجموعه قصصيه ب5 دينار مجموعه ب30. اذا انت هذا المثال كل واحد فيكم يقدر يشتري اللي يحبه، المهم يجمع مشتريات ما يريده ويكون مجموعهم اقل من 30 دينار. تمام يا حبيبي؟ تعال شوف المثال القادم هذا. بيقول لي دلال، لدى دلال، لدى سارة ودلال مبلغ من المال. طيب هذه دلال
نشوف مع بعض نعد كده كام دلال عندها، كام دينار وكام فلس. نعد كده، ادي 20 و10 30 زائد 5 35 زائد 1 يبقى عندها من النقود الورقية 36 دينار. تمام، عندها 36 دينار. طيب والنقود المعدنية تعالى نعدها مع بعض، ادي 50 و20 يبقى 70 و10 80 و10 90 زائد 5. ايوه برافو، سمعك، 95 فلس. اذا دلال معها 36 دينار و95 فلس. دلال معها كام؟ 36 دينار و95 فلس. طيب نكمل مع بعض السؤال الثاني، بيقول لي لدى سارة، نعد كده مع سارة كم دينار وكم فلس. تعال شوف سارة معاها، نبدأ من الكبير كما تعودنا، 20 زائد 5 25 زائد 1 يبقى معاها 26 دينار. طيب وكم فلس؟ نعد، ادي 50 زائد 10 60 زائد 10 برافو 70 فلس. يبقى سارة مع 26 دينار و70 فلس. تمام حبايبي، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ نقط لديها نقود اكثر من هنا بقى نشوف، نقارن بين سارة ودلال، مين معاها نقود اكثر؟ اكيد دلال كان معاها 36 دينار لكن سارة معاها 26، اذا دلال لديها نقود اكثر من سارة. تمام، تاني دلال قلنا معها 36 دينار لكن سارة معها 26، اذا دلال لديها نقود اكثر من سارة. تمام حبايبي، تمام. طيب بيقول لي هنا ايه؟ مجموع ما لديهما هو كم دينار وكم فلس. انت عندك يا حبايبي، مش احنا قلنا دلال معاها 36 دينار، تمام، وسارة معها 26 دينار، تمام، صح كده؟ نجمعهم مع بعض، 6 زائد 6 12، ها اثنان ومعنى ايه؟ الواحد. واحد زائد ثلاثة أربعة، زائد اثنان ستة، يبقى مجموعهم كام؟ 62 دينار. إذا معاهم مع بعض 62 دينار. طب نيجي للفلسات، قلنا دلال معها كام؟ كام؟ كان 50 20 70 كان معاها 95، قلنا 95 فلس، ومع سارة 70 فلس. طيب مجموعهم كام؟ 5 زائد 0 أكيد 5، 9 زائد 7، سمعك برافو، 9 زائد 7 16، إذا معهم 165 فلسا. يبقى تاني مجموع ما لديهما هو 62 دينار و165 فلسا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ دلال لديها نقط دنانير ونقط فلسا اكثر من سارة. طيب دلال عندها 36 دينار وسارة عندها 26 دينار، يا ترى دلال أكثر من سارة بكم دينار؟ سمعك برافو، ممتاز، أيوة 10 دنانير، برافو، لأن 36 ناقص 26 هيساوي 10، برافو. طيب يا حبايبي، يبقى أنت قلت أهو مرة تانية، 36 ناقص 26 مرة تانية أهو، 6 ناقص 6 0، 3 ناقص 2 1، برافو. طيب أيضا لو قلنا 95 ناقص
السبعين. خمسة ناقص صفر، أحسنت، خمسة. تسعة ناقص سبعة، اثنان. إذا هنا معاها 25 فلس ديال، يبقى دلال معاها 10 دنانير و25 فلس قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.